ألا وهو أن هناك بحث قوي لإقامة مباراة النادي الأهلي مباراتي النادي الأهلي والزمالك في الدوري العام في المملكة العربية السعودية في استاد الأول بارك، ورعاية هيئة الترفيه ودفع مبلغ مالي كبير لاتحاد الكورة وللأهلي وللزمالك. هذا ما يتم بحثه خلال الأيام الأخيرة، وربما نجد قرارا مع يعني مطلع الأسبوع القادم، لأن المباراة الأولى أظن في 15 إبريل، يعني ممكن نلاقي مفاجأة كده أن الأهلي والزمالك بيتلعبوا في السعودية. يقوم بهذه الاتصالات وكده مسؤولين في المتحدة للرياضة مع هيئة الترفيه، هل تتم هذه الفكرة ويلعب الأهلي والزمالك في استاد الأول بارك مرة أخرى في الدوري العام دور أول ودور تاني، أم لا تنجح الفكرة؟ المبلغ اللي هيدفع لاتحاد الكورة مبلغ مالي خيالي، هذا الانفراد وهذه الفكرة يتم بحثها الآن. مش معقول أبقى على تليجراف وعند حبيبي وأخويا الغالي أستاذ سامي عبد الراضي وما اديلوش انفراد يتحدث عنه الوطن العربي كاملاً.